موضوع بقى الفريجمان، هنبدأ بقى في شاشة البراند الأول. هنبدأ نبرمج في شاشة البراند، هنحط محتويات براند نيم، اسم الماركة وصورة الماركة، والراجل يدوس سيف وكان الله بالسر نعم. خلاص اتفضل يا عبد الله. ثابتة، بس المشكلة هنا صور الماركات ثابتة، صورة شيفورليه معروفة، صورة رينو معروفة، بس هل المركز هيفضل طول عمره شغال مع شيفورليه ورينو؟ لا، ممكن يزيد ايه؟ ممكن يضيف ماركة جديدة، فهو ده اللي أنا عامل حسابه، ويختار يختار الإيه؟ الصورة، فده اللي أنا بعمل حسابه، فاهمني؟ طيب، تعالى بقى نبدأ نظبط الشاشة الأولى. قبل ما نظبط السبير بارت دي كده اسمها عدل، ملهاش اي اسم تاني تعدل كلمه وان وورد كده بدل ما هي شكلها رخم كده. لا اصل هي دي قطع غيار، نسميها كومبوننت ولا بارتس؟ تيجي بمعنى بارتس، تيجي بمعنى حسن، ما اعتقدش صح. طب نسميها كومبوننت، كومبوننت دي مكونات برضه، هي إيه سبير بارت، بس انا مسترخمها وهي كبيره كده بصراحه، يعني وهي كبيره كده رخمه. بص اعملها اختصار اس لا يا راجل، اس او سبير، ممكن حاجه تكتبها اكسسوار. انا عايز افهم لو كتب بالعربي. لا لا انا عايز اعرف، لا انا عايز اعرف، انا ما بقول لك ما كتبتهاش ولا مره عربي كده. اعملها يعني اس سبير مثلا والله جت كلمه وجت مظبوطه وشكلها والله ما وحش يعني. والله يعني شكلها والله جاي في العربي حلو على فكره. والله طيب تعالى بقى سيبها عربي، مش مشكله، على الاقل تجربه يعني. طيب تعالى بقى نبدا نبرمجها. فريجمنت 1 واحد كبر. لا هشيلها طبعا، التكست تعالى بقى تكست فيو كده وهكتب فيه براند داتا كنترول سايز تمام. تيجي بقى نروح هنا الداتابيز كارت براندي ده اي ان تي، هنعمله اوتو نمبر، كليك يمين ديزاين خليها اوتو نمبر عشان ما يكتبش رقم الايه الماركه، بس مش هقعد يفتكر الماركه لان اخر ماركه رقمها كام. تمام اهو سبيسيفيكيشن يس از ايدنتيتي يس، هي كانت يس خلاص تمام. تيجي بقى هنا يبقى هتدخل كام حاجة على هنا؟ حاجة واحدة بس اللي هي النيم ماتش بيرد. وهكتب في الهند براند نيم. لا ده هنت يا معايا احمد، ده الهنت تمام. بعد كده هيروح حاطط صورة، فين الايمج؟ في النص كده، وهحط اي صورة بس يعني بتوحي ان مفيش صورة يعني بمعنى صح. ايه
صغيرة ماشي ماشي هنا، وهيجي هنا كده ران بعد ما يختار هيدوس كليكتين عليها ويعمل ايه؟ ابلود ايمج، بعد كده زرار سيف. سيف بعد كده لو عايز زرار ديليت سيف، هنسمي دول تي اكس تي براند نيم يس اي ام جي براند يس بي تي ان ابلود بي تي ان سيف بي تي ان ديليت. عايز اعمل ايه بقى؟ اول حاجه ده عايز لما الراجل يدوس على دي تمام يروح عامل ايه؟ فاتح لي الجاليري، فاتح لي الجاليري. بعد ما يفتح الجاليري اهي، يا مالها كبيره ليه كده؟ ولا هو ال ايه؟ طب ممكن بقى ديت تعمل تنزل حاجه اسمها سكرول فيو، ساك من الصوره مش مشكله. سكرول فيو وتاخد كل الهيصه دي كده قط وتحطها لينير لي اوت جوه السكرول فيو. هوست اونلي دايركت تشالد مرة كده اشتغل خراب. يمكن عايز جوه لينير الدنيا ما بايظة بس هنشوف. لا يا عم السكرول بيشتغل، السكرول بيشتغل ايه يعني هنا المفروض اصلا السكرول ينزل لتحت صح؟ اه السكرول ينزلني لتحت. عادي انا ممكن اصغر الصوره مش قصه انا، بس السكرول بيشتغل المفروض. جرب كده الصورة ماشي. عايزين نشيل الفلوتنج اكشن بوتون يا عمر. تمام 8:30 اكون عندك، 8:30 بالظبط ان شاء الله. ماشي ماشي سلام. اهي دليتها، خش على المين اكتيفيتي
ما تنساش تدلت الكود بتاعها لو ليها فلوتنج اكشن بطن متشال. تمام. طيب عايز بقى مدوس هنا يفتح لي الجنب او مدوس هنا يفتح لي الجنب. الكود ده بقى كود بياخد اكشن. بص كل الاكواد بتتعامل مع الفيتشرز بتاع السامسونج او الموبايل اكواد معروفه، اكواد مش محتاجه ان انت تقعد تفصل فيها وتعرف متغير وهنا اعمل مش عارف ايه وانا لا، اكواد جاهزه انك تتعامل مع الجاليري. الكود اللي بيتعامل مع الجاليري اهو ادي عندك. ادي الصوره دي، الصوره دي اسمها ايمج بوك، في حاجه اسمها فريجمنت اوردرز فريجمنت بوك. بص يا سيدي ادي موضوع اول ما ادوس على الصوره ماشي، الكود اللي بيتعامل مع الصوره اي حاجه هتخرج بره الابلكيشن، مش انت لما تفتح الجاليري هتخرج بره الابلكيشن على طول بتبقى انت انت كلمه انت دي كلمه انت احنا خدناها فين لما بنعمل افتح اول الشاشه تاني، دي اسمها انت حتى لو خرجت بره الابلكيشن. واول ما تخرج من الابلكيشن مستنيين لما خرجت دخلت دوست على الصوره خرجت على الجاليري الابلكيشن مستنيين ترجع له، الابلكيشن مستنيك ترجع له. يعني ايه؟ يعني حضرتك هنا لما بتيجي على الواتساب كده هنا اول ما تدوس على الصوره على الجد كده تفتح الكاميرا ثواني كده، هو مستنيك ترجع بحاجه انت خرجت بره الابلكيشن، تيجي تفتح كده الجاليري او تفتح الكونتاكت، مش هقول جاليري افتح الكونتاكت كده اسمها انت ثواني اهو كده اسمها انت خرج بره الابلكيشن كده مستنيك لما تختار حاجه يرجع بيها. تمام. قال لك عشان يرجع بيها دي بقى اسمها اون اكتف ريزلت، اون اكتف ريزلت دي عشان يرجع بيها. تمام. دي مستني الرد بتاعه. دي كنا عاملينها ايه بقى ثواني تمام سايب. بص يا سيدي يبقى ادي اول كود، اول كود بيقول لك شو عمل ميثود اسمها شو فايل شوزر عمل انتنت وقال الانتنت التايب بتاعها ايمج ايه استريك سيت اكشن اكشن جيت كونتنت. بعد كده ستارت اكتيفيتي يبقى كده هيروح يخرج بقى كرييت شوزر الكود بتاعها او التايتل بتاعها اسمه ايه بيك ايمج ريكويست، ده عباره عن متغير متعرف واخد رقم كام ليه؟ عشان لما يخرج منها ويروح لحته تانية هو مستنيك فبحافظ هو مستنيك بأنهي كود، لما تيجي ترجع له انت خرجت من الشاشه فبيقول لك كده انت روح ومعاك 234 وانت جاي بتتشيك على كام؟ 234 عشان اعرف انه جاي من نفس الشاشه، الشاشه اللي انا كنت منتظرها في الاون اكتيفيتي ريزلت. فمعناها دي وانا بخرجه فايل شوزر دي وانا بخرجه ببعت معاه كود، الكود ده عشان استقبله بيه. ادي اول كود اهو. اشربوا شاي بس الاول حاجه. طب مش وقف الفيديو ده بسرعه كده. ادي اول كود ده يقدر يفتح لك الجاليري اهو. الكود ده بيعمل ايه؟ قال لك هتيجي في الادمن سنتر ادي الفريجمنت اهي الايمج شغلته الايمج جون اسمها ايمج براند عايز اتعامل معاها اروح لفريجمنت 1 اعرف متغير من نوع ايمج ايه ايمج فيو اي ام جي براند. بعد كده اعمل لها اون كليك الاول اعمل لها انشاليزيشن يساوي ايمج فيو نركز بقى عشان ده بقى اللي هتبدا في حاجات كتير جدا بقى. فايند مش موجوده عشان انت مش في اكتيفيتي انت جوه فريجمنت فلازم تتعامل مع دوت فايند ار دوت اي دي دوت اي ام جي براند. بعد كده ايمج براند دوت سيت اون كليك او تعمل كده الميثود اهي
اللي هو اعملها اسمها ايه؟ اقول فيو فيو واجي في الفريجمنت هنا، هنا البيك ايمج ريكويست ده كان عباره عن ايه؟ عباره عن رقم احنا عاملينه عشان استقبل بيه العمليه اللي هترجع بعد كده لما تخرج من الابلكيشن اهي. اي رقم اي ان تي، حط اي رقم ولا يفرق معايا ولا يفرق معايا، بس ستاتيك اي ان تي اهو. ده اسمه شوزر فراير. اجي هنا هنا كده اكتب اون ايه؟ اون كليك. موجوده؟ موجوده؟ لا كانت بتظهر على طول عشان نوعها، وانا اخليها اهو. مش موجوده ليه؟ اسمها ايه؟ رن كده. ما انا هنشوفها بتتعامل مع الاندرويد ومع الفريجمنت ولا لا. لا ضربت، مش لاقي حاجه اسمها فايل شوزر. اي ام جي دوت سيت اون كليك نيو فيو شو فايل شوزر ران. من لغيتها؟ قال لك جاليري ولا جاليري؟ عايزين صورة هنا بقى يفضل. نفس اه اي صورة.